رواج تجاري في سوق الأغنام لم يرقى إلى المستوى المطلوب بنظر إلى قلة الطلب والأسباب متعددة وفي مقدمتها ارتفاع سعر الأضاحي. الناس معلفين ومصيرين، الناس من ضرورة شوية والصير كين والعيات القديرة بقى باردة، الفلاحة هم تسمعوا لقلنا الشكل معيان الكسابة هم العلف غالي، الناس مصيرة والشغل شوية ناقص، كسابة ضاربين تمارة والمصارف وتشتروا بالتمن ضايعين وشارين بكري، اللي ناقص بتمن والمليح بتمن، يعني والسوق مزيان ماشي السوق ماشي السوق ناقص مليح، انت تشوف ايش يدنه قدامك معلفن الفول معلفن النخالة معلفن الطردو كلشي بالغلا. الانسان ما يمكنش عنده 30 يورو باغي يشري حولي ب 70، كل واحد يمشي على حسب الطاقة تاعو، كاين حولي ب 70 كاين ب 60 كاين ب 40 كاين ب 30، يعني ثمن محدود كل واحد ياخذ على حسب المستوى ديالو. البعض من الزبناء يطلع على مستوى الأسعار والبعض الآخر يختار الاقتناء رغم وضعية السوق. كاين ثمن وكاين السوق والله يجعل البركة. سوق العطار الله يحسن العون جامع. المليح كاين المويان كاين كل واحد اش بغى يعيد كل شيء ان شاء الله غيعيد كل شيء. كيفما كان الأمر فالأيام القليلة المقبلة ستلقي بكامل ثقلها على مستوى العرض والطلب بالنظر إلى الوفرة التي ستعيشها الأسواق.